نحن هنا في أقرب نقطة ممكن أن نطل بها على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، هذه المدينة التي عاود اقتحامها الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى وباغت النازحين في بعض مدارس النزوح واللجوء في مدينة بيت حانون. إحنا تبلغنا أنه فاتوا لعند مهدية الشوى، وبناء عليه صار هيك الناس تلبكت في الليل وصاروا بيطبلوا على بعض، يعني انه اطلعوا روحوا على مدرسه على اساس انها مكان امن، كانت المدرسه قبالنا. ورحنا الساعه 12 بالليل على هاي المدرسه، ومن الساعه 12 بالليل واحنا نسمع صوت قصف وطيارات كواد كابتر بالطخ. منذ صبيحة هذا اليوم رصدنا بعض المقابلات وحالات النزوح من الناس الذين نزحوا وهددهم الاحتلال الإسرائيلي ودخل عليهم في مدينة بيت حانون وهم نائمون. أمي مرة كبيرة عمرها 70 سنة، أخذوها اليهود وقالها أنت تعالي هان، وأخذوها بدهم يحققوا معها. مرة كبيرة 70 سنة، إيش بدكم تحققوا معها؟ إيش عاملة هي تحققوا معها؟ أخذوا أمي وأخذوا أختي وأخذوا كذا واحد، يعني وصلت معهم انهم بدهم يشلحوهن الحجاب عشان تشوفوا هل ان نسوان ولا مش نسوان. وهي اللي صار بدايه اليوم من الصبح، ضربوا حزام ناري شرق بيت حانون، يعني خلف الصناعي والمدارس. بعدين صارت مدفعيه، بعدين صار تقدم من الجيش الاحتلال، ظلهم تقريبا الساعه 5 المغرب. بعد الساعه 5 المغرب انسحبوا، بيجي ابو ساعه ساعه ونص. بعدين احنا خلاص قلنا انسحبوا، ما شفناش الا بعد الساعه 9 صار في اطلاق نار من الاباتشي والكواد الكابتر. هذه صار الليل الساعه 10 ونص قصف ناري، هذا حزب ناري بيقول عنه. بعد ما خشوا ضربوا الناري خشوا الدبابات الساعه 12 11 ونص هيك، بعدين طوقوا المدرسه كلهيتها وخشوا عليهم الساعه 2 2 ونص في الليل، طلعوا الناس على شقه. والصبح الساعه 8 صاروا يبروا فيهم، اللي بدهم اياه ياخذوه اليهود، وبدهم شيء يطلقوه. الاحتلال الإسرائيلي لا زال حتى هذه اللحظة يحاصر مدينة بيت حانون. هناك عدد كبير من المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي وأجبرهم على خلع ملابسهم، أيضا النساء أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على خلع حجابهن حسب ما روى لنا شهود العيان. حسب ما نعم الآن أيضا إطلاق نار قريب من المنطقة واستهدافات جديدة على ما يبدو في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. إذن هذا هو المشهد هنا بالقرب وعلى بعد أمتار قليلة من تواجدنا في مدينة بيت حانون، هذه المدينة الصامدة العصية على الانكسار، وهي خط الدفاع الأول عن شمال قطاع غزة. محمود العوضية على مشارف مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، الميادين.